عائشة حكيمي مديرة مدرسة حفصة أم المؤمنين تابعة للمديرية الإقليمية طنجة أصيلة. فعلا نحن بصدد تدبير عملية الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2024-2025 في إطار تنزيل برنامج المدرسة الرائدة المنبثقة من مقتضيات والتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي ترتكز على ثلاث محاور أساسية هي الأستاذ والتلميذ المؤسسة. فعلا كانت هناك مجهودات كبيرة من أجل الاستعداد للدخول المدرسي بتنزيل برنامج أو مشروع المؤسسة المندمج الخاص بالمدرسة الرائدة، سواء المتعلق بتأهيل في الشق المتعلق بتأهيل الفضاء التربوي لتحقيق بيئة ملائمة ومنسجمة ومشجعة لكافة مكونات المؤسسة، وتجهيز الحجرات كافة الحجرات الدراسية بمصاليط وصبورات والحواسيب لتطوير العملية التعليمية التعلمية. كان من بين الاستعداد كذلك هو الذي يتميز به الدخول المدرسي للمدرسة الرائدة هو تمرير الروائز بشكل تدريجي حسب المستويات الدراسية لاستثمارها في عملية الدعم وفق مقاربة طارل التي تلقى فيها السادة أعضاء هيئة التدريس تكوينات مكتفة خلال نهاية الموسم الدراسي الفارط، بالإضافة إلى لقاءات تواصلية في بداية هذا الموسم، ورهاننا وكذلك من ضمن العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي هو الانفتاح على المحيط وبتحسيس وتعبئة الأسر للانخراط الإيجابي في مشروع المؤسسة الرائدة. نبيلة دياز عضوة في جمعية أباء وأمهات تلاميذ حفصة أم المؤمنين. في إطار استعداد الدخول المدرسي وبصفتي عضوة في جمعية أباء وأمهات أولياء التلاميذ، فنحن نساهم في إنجاح هذه العملية بشكل إيجابي وفي إنجاح عملية ريادة المؤسسة باعتبارها محطة إيجابية بالنسبة للتلاميذ وإيجابية لمصلحة التلميذ.